لازم عشان تعمل خير لازم لما يقول لك ايه انت ونيتك بقى، نيتك خالصه لله. يعني ايه نيتك خالصه لله؟ خالصه 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 مخلصه، من غير ما يبقى فيها ترند ولا ربع مليون لايك ولا 800 ألف مشاهدة ولا 900 ألف أي حاجة، تبقى بس ربنا بس، ما تبقاش لأي حاجة تانية. والله والله هي دي قيمة الحياة الحقيقية، وهي دي لازمتنا في الحياة. وعايزة أقول رسالة من القلب إلى القلب، أنا بعد ما كبرت كده اكتشفت إن الطحن في القمح المطحون ملوش لازمة. يعني لما يحصل مشكلة بدل ما نقعد نندب وحصل 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 وحصل، لو انا ما عنديش حل انا شخصيا مش هتكلم. يعني لو انا شخصيا ما عنديش حل للمشكله اللي هتكلم عنها، مش هقعد اقول ان مشكله وحصلت وكبيره واقعد اندب وولع الدنيا و و و انا عايزه ادي نصيحه لكل واحد عنده مشكله، ولكل واحد عنده ازمه ماليه، ولكل واحد صحته تعبانه، ولكل واحد مكتئب أو قرفان، لكل واحد مش عارف يكفي بيته، لكل واحدة متضايقة من جوزها، لكل واحد حاسس انه مضرور في كرامته، أي حاجة، أي مشكلة من المشاكل الكبيرة اللي بتبقى معكرة علينا حياتنا. والله والله بجد لو رميت توكالك على الله بجد وتثق في تدابيره، هتقولي ايه تدابيره؟ عارفين تدابيره دي ايه؟ مش هتاخد منكم دقيقه تدابيره دي غير انكم تبصوا فوق للسما بس معان شويه، وهو ده اللي هنشوفه في التقرير اللي جاي. بجد عايزاكم تركزوا في التقرير اللي جاي في عظمه وقدره الله سبحانه وتعالى على تنظيم هذا الكون وعلى تدبير امر كل حاجه، كل حاجة من البني آدم للحمامة للحشرة للعصفورة لأي حد، لأي حد منظم ازاي ومدبر ازاي، وده بياكل ده وده بيطلع يطير في الوقت ده وده بيرجع ازاي وده بيعمل ايه، وحاجة مذهلة، حاجة مذهلة. فانت لما تبص كده للسماء وتلاقي ده حاصل كده ومتنظم كده، هتقول يعني انا اللي هو يعني انا عن نفسي يعني انا اللي ولا حاجه، انا بتكلم على ريهام على فكره مش انتوا، انا اللي ولا حاجه ولا اسوى، شايله هم او عندي نسبه شك 1% ان ربنا هيدبر لي امري وهيدبره صح. حتى لو انت متخيل ان اللي بيحصل لك ده وحش، حتى لو فقدت حد عزيز عندك، حتى لو ممكن يكون راح حتة أحسن من اللي احنا فيها مليون مرة مليون مرة وإحنا ما نعرفش، وممكن يكون ربنا بيجازيه خير وإحنا ما نعرفش، ممكن يكون ربنا بينقذه وإحنا ما نعرفش. فعلا عسى أن تكرهوا شيئا وخيرا لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم. فعلا لازم نرضى بأي حاجة لو بس وثقنا في الله سبحانه وتعالى ورمينا حمولنا عليه. فعلا توكلوا على الله وارموا تدابيركم على ربنا، وإن شاء الله بإذن الله مفيش أعظم ولا أكبر منه إنه هو يتولانا. وعشان خاطري تتفرجوا على اللي جاي ده بقلبكم وفعلا تقولوا سبحان الله. يعني أنا فضلت أقول سبحان الله طول الوقت، فلو لقيت نفسك بتقول سبحان الله يبقى الرسالة وصلت. تعالوا نشوف مع بعض. ولادي ان كان يبقى عندنا غية حمام، كنت دايما اقول لابني ايه غية حمام دي لان انا عمري ما شفتها. كان يقولي دي المكان اللي بيربوا فيه الحمام يا ماما، ده حاجة
ممتعه ان احنا يبقى عندنا غيره حمام. فانا الحقيقه يعني كنت عارفه ان هم مش هيبقوا مسؤولين كفايه ان هم ياخدوا بالهم من حمام. انا عارفه ان غيره الحمام دي فيها حمام كتير قوي. قالوا لي ان في غيره حمام فيها 4000 حمامه. 4000 حمامه ده كتير قوي 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 قوي. فجيت اسكندريه عشان اشوف غيره الحمام اللي كان نفسي اعملها لابني وما عرفتش. بس انا لقيت عائق الحقيقه. ورينا كده. طيب احنا ما فيش اي طريقه. ورينا يا محمد كده. ما فيش اي طريقه ان انا اطلع السطوح للغيه دي غير عن طريق السلم ده. وانا جريئه جدا وكل حاجه بس انا عندي فوبيا من المرتفعات وما بحبش السلم اللي هو مش بيتفتح ده. يعني السلم بتاع العمال بتاع السقالات ده كنت قاعده اقول برافو عليهم ازاي بيعملوا كده. فانا هضطر بقى اسفه. طب محمد هتمسك ولا انا ايه ولا ده كمين ولا ايه؟ طب انا هسيب المايك. ليه مفيش اي طريقه للسطوح غير كده؟ يعني ايه؟ ليه مش بنطلع السطوح زي ما بنطلع في بيوتنا عادي؟ ليه فيلم الرعب ده؟ تعالوا بقى نشوف. ورينا بقى يا محمد. هي دي شكل الغيه. هي دي اللي انا اول مره اشوف. هو شوف يعني ايه غيط حمام. طب فين الحمام؟ طب فين الحمام؟ فوق لسه في فوق؟ لا مش على كده. سلم. انا عندي فوبيا من المرتفعات. لا مش مرتفع. ليش انت؟ لا لا ودي بتبقى اكبر من كده بكتير. ده في حاجات بتبقى 20 30 متر. لسه هطلع؟ ده حاجه بسيطه خالص. وبعدين ده مفيش صوره ولا اي حاجه. في صور. نطلع منين؟ لسه لسه في طلوع؟ لا ده ماشي. ده ماشي. احنا بقينا مرتفع العمارة كده. سلالم تاني ولا ايه؟ لا 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 خلاص 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 عشان احنا بقينا فوق قوي. تمام انا مش هطير زي الحمام. انا جاي اصوره بس. ده زي الافلام مش العشاق انهم بيتقابلوا حمام. قولي اشرح لي بقى وانا عرفني بنفسي. ابراهيم مصطفى تاجر موبايلات من المحطه. تاجر موبايلات. طب ايه العلاقه؟ والله دي هواية يعني ما بجد؟ ملهاش علاقة. دي فيها دكاترة وفيها كل الفئات يعني مش دكاترة يعني. مش بجد؟ أصل في ناس كتير قوي عاملة الهواية دي. إيه العالم ده؟ عشان الغية طبعا عليها علامة مرسيدس فنسبة إن هي ألماني يعني. والله قولي بقى الفكرة ازاي يعني ايه بيحصل ايه؟ هي بتبقى هواية من الصغر وطبعا بيتعلق بيها وبيفهمها ما انت فاهمها لنا يعني. انت بتحبسهم ولا ايه اللي بيحصل؟ بصي ده حمام اتدرب. ده حمام اتدرب يعني ده هيطير وهياخد مع حمام كتير دلوقتي وبعد فترة كله بقى هيبدا يروح داره تاني. يرجع يقول لك تاني؟ يرجع داره. ممكن يبقى معاه حمام غريب وممكن يبقى ناقص حمام. بجد؟ زي اللي داخل مبارزه.
يعني يروح كده ويقول للناس تعالوا معايا البيت يعني؟ هو دلوقتي في ميعاد معين احنا بنتفق عليه الرواية اللي حوالينا كلها وبنفتحه، فكله بيلتحم مع بعض يعني. ممكن تاخد من غيه اللي جنبك مثلا؟ جنبي غيات ياما جنبي وكلنا بناخده مع بعض. طب مدرب مين يدربه؟ طبعا انا من هو صغير، هو طبعا انا ببقى فرخه من هو صغير، وبعد كده بياخد مرحله ان هو يشباب يبقى في جزء تحت اسمه اللوفت، وبعد كده بطلعه بقى كل واحد بيبقى كل. طب وبالرغم ان هم بيبقوا عارفين ان بيتقفل عليهم او بيتحبسوا بيرجعوا؟ وبيخش بابه بالظبط، هو بيخش بابه اللي بابه هنا ما يخشش هنا. يا سلام، كل واحد هفرج حضرتك دلوقتي وهفتحهم لك دلوقتي. يلا. اللي بابه هنا ما يدخلش بابه هنا؟ طبعا هو حافظ مكانه بالظبط بجد. باب واحده. هو في حمام طبعا انا مش هفتحه لانه انا بجيب برضو من غواي صحابي على اساس ده اسمه غزار، وكل نقطه فيه بتغير معالمه يعني. لو في نقطه رصاصي بيتقال عليه سيني، لو سودا بيتقال عليه دباني، لو مثلا صفرة بيتقال عليه سكري، كل حاجه وبعد كده بياخده بيبقى الشكل ده. دي مرحله مثلا كده، ده اخو ده يعني، ده بيبقى مرحله كده اخد زي طوق كده دوابير بسيطه، وبعدين يعتم كده وبعد كده ياخد مرحله ثالثه هنا يبقى شكله كده. ثواني يعني كل ما يكبر في السن كل ما له بيطيروا يروحوا فين؟ بيبقى في المجال، ممكن يعني مثلا هنا بيننا وبين بحري مثلا حوالي 9 كيلو، ممكن يروح ياخده في بحري، ياخده في حته اسمها الازاريطه جنبنا هنا وبياخده مع غوياما. في ممكن يجي معاهم حمام غريب يعني، بتبقى دي فيها حرفه. ان طب والحمام الغريب يدخل فين بقى؟ الحمام الغريب يا اما لو هو ذكي ومقصل ممكن يرجع لصاحبه، ولو هو ذكائه محدود بينزل. وطبعا في حضرتك صور هنا في حاجه طارات زي الطارات زي دي كده، احنا بنسموها العيب اللي هي دي. يقف يعني؟ لا يقف قدام منها او انا ماسكه. دي زي شبكه يعني. شبكه، وفي شبكه بقى لو هو نزل الارضيه في شبكه ثانيه هوريها لحضرتك برده، بتشد من جوه تقوم الستاره دي كلها قافله عليه، يبقى ما يعرفش يطلع. طب بعد ما تقفل عليه هو بقى مش بتاعك اساسا؟ لا بتاعي ده بيبقى فيه. لا قصدي انت دلوقتي الغريب. بيبقى مش غريب ازاي بقى؟ يعني انا بعرفه. لا مش قصدي، يعني هو جه غريب وهتطيره بقى بعد كده؟ لا ما بطيرهوش بقى، انا هو بيبقى فيه دبله زي ما هوري حضرتك دلوقتي، مثلا هنا دبله هنا، احنا بالنسبه لنا احنا يعني هنا مثلا في دبله اهي مكتوب فيها منع مرسيدس اللي هو حماية الله يرحمه، ورقم تليفون بتاعنا. فاللي بيمسك رجل الحمام؟ ده اللي بيمسك حمام بيعرف ان هي بتاعتي، وهكذا العكس برضه. في ناس ما بتحطش بقى دبل، بتنكر عشان ما تقولش ان اتمسك لها حاجه. في ناس بتنكر تيجي تقول انا مسكتها، يقول لك لا انا حمامي ما بيتمسكش، على اساس ان بياخدوها كدوره. احنا بنحط الدبل على اساس مش فارقه معانا. انت قصدك دلوقتي اصلا ده قال حاجه مهمه قوي، انت قصدك ان عيب ان الحمام بتاعك ما يرجعلكش؟ عيب. هو في ناس ما بتحطش دبله عشان ما يبقاش عيب عليها ان حمامها ما رجعش. حمامي مقصل. ان هو ما حدش. الغريبه دي اللي وقعت في الشبكه ممكن بعد شويه تبقى بتاعتك فتغيرها وترجع برضو؟ ممكن، انا ليها طريقه ده، لو انا عايزها مثلا ممكن تنزل خطا، ليها اعذار زي ما بيقولوا اعذار كده يعني. مثلا في صقر بيجي يضرب في الحمام، يعني زي واحد بيجري ورا اسد، بالنسبه لهم الاسد بتاعهم الصقر، يجي طبعا بيخش في السرب اللي حضرتك هتشوفيه دلوقتي، فيروحوا اي حته يستخبى، خاف ممكن ينزل في اي حته. انا لو هو مسقر او طبعا بيبقى خايف نازل، انا ببقى عارف فرده بخبرتي طبعا ممارسه ان فرده مسقر او كده باخده. ممكن مسقر اسمه؟ يعني خايف من صقر؟ خايف من صقر، يعني بنقول عليه مسقر، فناخده ممكن انا افرخه او ارده لصاحبه. وعامه احنا بصفه عامه اللي بنمسكه. طب لما بتفرخه دي
تعمل بيه ايه بقى؟ ما انت مش واثق انه لو طار هيرجع. ان هو مخلف يعني. بديله نتايه من عندي وباخد منه. ما بيطلعش بقى خلاص؟ لا خلاص، بينزل اوضه الفرخ تحت، في اوضه فرخ تحت، اخد منه بقى الزغاريد الصغيره وابدا انا ادربها من اول وجديد وابدا احط سلالم. وما يتحولش ابدا ان يبقى بتاعك بالوقت؟ لو عايز اخليه بتاعي انا بحرفتش اخليه، ما في حد هنا غريب. انا ادربه ازاي؟ هو طبعا الحمام ده بيفضل اعزب فتره طويله، يعني ما ياخدش ما يتجوز. فطبعا معنى ان انا عايز اخليه يثبت عندي فبديله نقول عليها تيره، اللي هي الانثى نتايه الحمام، اديها له، فهو طبعا بيجي ويطير ينزل عشانها بجد، فيبقى عندي عشان خاطر انه وبعد كده يخلف وعندي بتاع، خلاص بقى مكانه، بقى مكانه عيلته. بس هو لو ذكي ومقصر مهما حصل ممكن يرجع لصاحبه. شكلها حلو قوي. بص بص ها، بص بس حلو قوي حكايه اسمك ونمره تليفونك في رجلها دي. بيقولك بنحط اسمه ونمره تليفون عشان ما بيهمناش احنا حمامنا مقصر هيرجع لنا، لكن اللي ما بيحطش الاسم ونمره التليفون بيبقى خايف ان يبقى عيب عليه ان يقعد يقع في غيه تانية وكده، فما يبقاش متدرب صح يعني. الله لونها حلو اصل. بصي ده طبعا ده اسمه احمر، والاحمر ايه ده بقى؟ ايه ده وشها عامل كده؟ دي من مميزات الاحمر ان هو نقول عليه وشه خشن، يعني وشه بيبقى خشن، نقول عليه خشن يعني زي بالظبط كده مخنشر. ايه ده؟ عمري شفت حمامه كده. لا ده في انواع كتيره، اللحم برضو بدبلتنا اهو، في منه بقى الاحمر ده في حاجات كتيره. لو ديله ابيض، لو ديله ابيض بنقول عليه احمر بديل ابيض. لو بوزه طويل بيتقال عليه حلبي، يعني كل لون بيتقال عليه ليه مواصفات معينه. لو هنا في عشر، يعني في ابيض هنا نقول عليه اللي هم العشر ريشات اللي بيطير بيهم اللي هنا نقول عليه عشر. العشر لو ابيض بنقول عليه مرقع، ولو ده ابيض وده ابيض بنقول عليه مرقع. طب انت دلوقتي لو طيرته لنا كده هيطير ويرجع تاني؟ يرجع بعد قد ايه؟ انا مثلا بعد ساعه، هم الوقت بتاعهم محدد دلوقتي يعني. يلا بالظبط دلوقتي يرجعوا ما الدنيا تضلم. انا لو عايز اعيدهم لحد ما الدنيا تضلم يقعدوا. لا يعني بيرجعوا بتندهلهم ولا هم؟ لا بندهلهمش، هم انا مدربهم على ميعاد معين يعني. هو دلوقتي المغرب قرب، اكيد ما بيرجعوش بالليل، بيرجعوا وممكن انا اخليهم يفضلوا طايرين لحد الضلمه. ازاي؟ يعني لما يبقى معايا فرد غريب وفرد قوي وانا عايز نقوله احنا باللغه بتاعه الغوايه الحمامة ازنق عليه، لان الحمامه في بالليل. يعني ايه؟ اقول لحضرتك، يعني الحمامه بالليل بتبقى يعني نظرها حمام، ما بتشوفش كويس، عشان كده بقول لك. فاحنا نخليها تدور يعني نهلك صحتها زي ما بيقولوا كده، بقى نطلب من الحمام ان هو يحطط مره واحده ينزل معاهم. ازاي بتعمل كده ازاي؟ هوريك عملي دلوقتي. يعني لو عايز تطيرهم وتجيبهم بعد 10 دقايق ينفع؟ بفتح لهم فرده على العرق، ده اسمه العرق اللي هم بينزلوا على اللي هو الظهر الغيه ده. بفتح لهم فرد فهم يلاقوا حمامه نزل، انا بكده بديهم اذن بالنزول. جد؟ فانا ولو عايزين يفضلوا مش هيسمعوا كلامك. انا بقى احط لهم الرايه دي. بص حضرتك صور الرايه دي كده، انا بحط لهم الرايه دي عشان دي تخوفهم زي خيال ماتة، تخوفهم ما تخلهمش ينزلوا يعني. انت لو عايزهم يطيروا مده اطول تحط دي حطيتها مش ما ينزلوش. لو عايزهم ينزلوا بتحط لهم حمامه؟ بشيلها انا، ادام شلت دي هو من كتر ما هو عارف يعني متدرب، انا مجرد ما اشيل دي وافتح لهم فرد على العرق ينزل خلاص. لا افرض انت فتحت فرد على العرق، يعني حط حمامه على الحكايه دي، بس هو مش عايز ينزل، يعني عايز يطير شويه. في منهم هينزل وفي منهم هيفضل يعني جهده زي بالظبط كده. هيتعب يعني ولسه ما استمتعش بالمباراه، فيفضل برضو طاير. في جزء منهم هيفضل طاير مش معاد النزول بتاعه. تعرف منين ان كله رجع؟ انا حافظ الفرد ده في الباب كذا والفرد ده في الباب كذا. ممكن ما يرجعش شويه؟ ممكن فرد منهم ما يرجعش، بس صعب بالنسبه لنا احنا، لان الحمام ده يعني مثلا ده عمره 10 سنين. ايه 10 سنين ده فرد يعني. الحمامه بتموت وهي عندها كام سنه؟ مش شرط، ممكن في حمامه ممكن تقعد 12 13 سنه، وفي حمامه دي حمامه عجوزه. لا دي حمامه عجوزه دي. دي حمامه مش هي عجوزه. طب طير ورجعهم لنا. انت العمارة يعني انت كده الشارع ولا ايه؟ لا على السفر.
سطوح ال ده سطوح. انتوا ضحكتوا على ده سطوح العماره؟ ده الشارع، ده الشارع، ده الشارع اهو، ده الشارع. ضحكوا، ضحكوا عليا. سطوح ده الشارع هيطلع يقول لك ريام سايب بتنتحر. طب انا فين الحمام؟ احنا دلوقتي هو طلع قال لي يا نهار اسود اهو الشارع اهو، احنا في الدور العاشر. لا 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 دلوقتي هو وهنا بص احنا اعلى من وري اعمل كده فان ليفت، احنا اعلى من كل العمارات التانية. طيب طيب دلوقتي طيب يلا يلا حضرتك افتح، نفتح للحمام دلوقتي. مفيش اي حاجة هو البتاع ده ممكن يتكسر، هو البتاع ده ممكن يقع بينا ولا حاجة؟ ماشي. الغية ممكن تقع بينا مثلا؟ ممكن اقعد تلاقي نفسها في الشارع؟ واحد اثنين ايه ده سبحان الله. سبحان الله. وبيشيل العلم عشان يرجعهم. محمد افضل معايا. بص 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 هو بيعمل لهم بالعلم يا محمد، بيعمل لهم بالعلم عشان ما ينزلوش، عشان يخافوا ما ينزلوش يبعدوا اكتر. بص يفضلوا يلفوا بقى حوالين ال فين. بس مش هنعرف، مش هنعرف نجيبه ده. احنا فين بتوعنا احنا؟ اهو هم بتوعنا هم. محمد ما تتحركش جامد بس بسرعة كده عشان لا لازم ينزل هو تحت. انزل انزل تحت. هو فين اصلا الكف؟ ها؟ الله. ايوه هيخش مع الغية التانية. بص لا ما تغيرش. لا هم شافوا بعض. طب اديله العلم احمد. شافوا بعض. بصوا الغية، بصوا الغية اللي على اليمين والغية اللي على الشمال، دول بقى لما بيتقابلوا وكل واحد يروح لغيته. اهم بتوعنا اهم. الصفارة دي ايه بقى؟ بتخوفهم؟ بتخوفهم ها؟ طب حرام خليهم ييجوا بقى. لا يا احمد يا احمد ازاي بتطلعوا فوق السطوح كده؟ طب هو انا هنزل ازاي؟
وانا هنزل ازاي؟ يعني ماشي حمام حلو وكل حاجه، انا بقى هنزل ازاي؟ يعني انا هنزل انط ولا هنزل ايه؟ ماشي.